وقال والذين هم بربهم لا يشركون. دي الآية الثانية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. الآية دي يا جماعة معاه ثلاثة آيات من أربع آيات في سورة المؤمنون، وهذه الآيات ذكرها الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في التفسير، قال هي هذه صفات المسابقين بالخيرات بحق، هي صفات المسابقين بالخيرات بحق. قال الله فيها إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، مشفقون أي خائفون، زول بخاف الله سبحانه وتعالى، يخاف مكر الله ويخاف عذاب الله ويخاف أن يجازيه الله بذنوبه بعدله سبحانه وتعالى. لو عاملك بالعدل هلكت، ولو عاملك بالفضل والرحمة نجوت. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. تؤمن بالآيات سواء كانت الآيات الكونية، الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والنجوم والكواكب والأرض والبحار والأودية والشعاب إلى آخره، تؤمن بآيات الله الكونية أنها علامة ودليل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته، وتؤمن بالآيات الشرعية، القرآن ده تؤمن بالآيات الشرعية أنها من عند الله وأن كلام الله، أن القرآن كلام الله، وتصدق أخباره وتتبع أحكامه، كذي أنت مؤمن. ثلاثة قالوا والذين هم بربهم لا يشركون، ما تشرك به الله سبحانه وتعالى، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر. الأصغر بيجينا إن شاء الله الأسبوع المقبل أو الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. لا تؤمن لا تقع في الشرك، لا تقع في الشرك الأكبر ولا الأصغر. الأكبر زي ذكرنا قبل شوية، تدعو غير الله، وغير الله بيعلم الغيب، وغير الله بيدي الجنة، وغير الله كذا وإلى آخره، ونادي في الشدائد نحلف به ونعتقد ونعظم الحلف به كتعظيمنا للحلف بالله أو أشد، الشرك أكبر. الشرك الأصغر مثل الرياء، يسير الرياء، تقوم تصلي والناس بعينوا لك ورا، تقوم تزين شنو صوتك وتبكي بالقضب زاي. واحد هناك والله الذي لا إله غيره في التامنة في أم درمان، قال لي ده بيقبل عليك ببكيك انت، وبعين لي صاحبه يا غادي بضحكه، قال لي بيجاي بيبكي وبيجاي بيقبل لي ده بضحكه، وده بكون بيضحك وده بيبكي. في ناس بجو يعني التمثيل ده بجودوا تجويد، ما شفت بعض النسوان ما جاد البكا يتونسن ويكوركن، لما يقول لك ده الزقاق هو قرب وقرب الزقاق قرب يسكت الناس، بعد شويه الدموع تظهر ور يا حليل وشنو شنو. فهذان النصان من كتاب الله تعالى اوردهما المصنف رحمه الله تعالى. يبقى يا جماعه نحن نستفيد من الايات الاورده دي، الزول يكون داعي للخير، يكون مداوم على الطاعه قانط، ويكون حنيفا يبتعد عن الشرك ويقبل على الله بالتوحيد، ده بالنسبة، ويكون شاكر لله تعالى ويجانب المشركين بالنسبة للنص الأول. بالنسبة للنص الثاني، الإنسان يبتعد عن الشرك بالله تعالى، ويكون خائفا من الله سبحانه وتعالى، ويكون مؤمنا بآياته. الآية الرابعة اللي هي بعد دي، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني بيصدق وخايف إنه الله ما يقبل منه، دي علامة خير، ودي صدقة يتقبلها الله سبحانه وتعالى، لأنه أخلص فيها لله وخاف أن لا يتقبل الله منه.